بسم الله الرحمن الرحيم. عرب جروب، معدات عنابر الدواجن. النهارده حبيت اعمل فيديو علشان الناس اللي كانت بتسال عن النبل 360. النبل 360 الحمد لله وصل. في نبل 360 عندها 3 انواع، في النوع ده وفي النوع ده وفي النوع ده. طبعا في 360 بسن اللي هو ده، وفي 360 برضه اللي هو النوع ده، واضح قوي لو ركزنا كده باين جدا ان هو 360. في طبعا 360 اللي هو بكاوتشة اللي هو الصيني، لكن مش موجود حاليا، ان شاء الله جاي قريب. في 360 اللي هو ده اللي هو الاستانلس، واضح. يبقى عندنا 3 انواع من النبل 360 درجة، وهوريكم الفرق بين 360 وال 180. هجيب نبلاية او نبلاية 180 اللي هي الاحمر زي ده بس 180، وهجيب نبلاية استانلس 180. ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو بتتابعونا من على الفيس ياريت تدخلوا على اليوتيوب وتشتركوا في قناة عرب جروب. ثواني وهنرجع لكم. جبت لكم النبل اللي هو 180 اهو، اتفرجوا كده زي ما احنا شايفين كده، مفيش يعني ايه مجال ان البلبله تروح يمين او شمال، مفيش. 180 هجيب لكم واحدة 360، واضح جدا الفرق طبعا. كده بتهيألي الفرق واضح، ده 180، ده 360، وده 180. طبعا ال 360 بسن، ال 180 ده بيبقى كاوتشة، وفي برضه من ده 180. ده بالنسبة للإيه؟ للنبل اللي هو الإيه؟ هنشوف بقى النبل اللي هو ال 180 اللي هو الايه اللي بسن، وال 180 اللي هو الايه ال 360. طبعا واضح ده ال 360 وده ال 180، ومن خلف اهو ده اللي كله متساوي، ده ال 360 ده ال 180، واضح جدا طبعا. طبعا معظم الناس بتفضل النبل اللي هو ال 360. عموما الاثنين شغالين، يعني ال 180 شغال وال 360 شغال، والنبل متواجد لدى عرب جروب. ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو.